السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا أخوكم خيل عبد الرحيم من موقع بروتيت رياس للدروس الاحترافية. اليوم سوف أشرح لكم برنامج جميل جدا ومتميز عن غيره من البرامج. هذا البرنامج يمكنكم من فتح الفيسبوك والهوت ميل والجيميل والياهو في برنامج واحد وهو نيمبوز. أولا نذهب إلى صفحة تحميل البرنامج. نضغط هنا هذا وراء بتحميل البرنامج. سوف أرفقه لكم في الديسكريبشن في فيديو على اليوتيوب وعلى الموضوع الخاص بالشرح على الموقع الخاص بنا. بعد فتح الموقع ننتظر انتهاء المدة، مدة 5 ثواني، ثم نضغط على باسي لانونسي. البرنامج مرفوع على محبوب جميع الميديا فاير. الشرح سهل جدا، فقط أشرح طريقة تحميل من لا يعرف التحميل من الميديا فايل. نضغط هنا على داونلود. البرنامج حجمه 18 ميجا بايت تقريبا. قمت بتحميل البرنامج وتثبيته مسبقا، لذا فقدت عليكم أنتم تحميله وتثبيته. بعد تحميل البرنامج وفكر الضغط عنه سوف ينتج لنا هذا الملف. هذا هو السيتاب الخاص بالتثبيت. عليكم فتحه وتثبيت البرنامج في الويندو الحاسوب. فقط سيفون سيفون تغميني. الشرح سهل جدا. الآن هذا هو البرنامج كما تلاحظون، فهو جميل، مظهره جميل جدا، يشبه ويندوز لايف ميسنجر لكن يختلف قليلا في الألوان. أولا عليكم إنشاء حساب جديد. أنا قمت بالطع بإنشاء حساب جديد لكن سوف أشرح لكم. نضغط هنا على إنشاء حساب جديد، ثم هنا نقوم بإدخال اليوزر نيم وهنا الكلمة السرية ونعيد كلمة السر وهنا البريد الإلكتروني وهنا نكتب رقم الهاتف. قبل إدخال رقم الهاتف نضغط هنا ونختار الدولة التي ننتمي إليها. بعدها نقوم بإدخال هذه الحروف، حروف الأمان، ثم نضغط على إنشاء. سيتم إرسال رسالة إلى الهاتف، إلى الإيميل التي قمت بالتسجيل به، وعليكم بتفعيل العضوية. بعد تفعيل العضوية نقوم بتسجيل الدخول وننتظر قليلا. صراحة هذا البرنامج أعجبني جدا وأنا من مستخدميه. كما تلاحظون هنا تظهر هذه الرسالة: لم يتم العثور على جهات اتصال، لا بأس، سوف نقوم بإدخالها. نتوجه إلى هنا إعدادات ثم الخيارات. هنا نذهب مباشرة إلى المجتمعات. كما تلاحظون هنا فيسبوك شات، ياهو، ويندوز لايف ميسنجر، وجوجل تاج. سوف نقوم بالتجربة على الفيسبوك والويندوز لايف ميسنجر. نضغط هنا ثم نقوم بتسجيل الدخول عبر فيسبوك. نضغط هنا، ندخل الإيميل والباسورد. نضغط على سكونكت افيك فيسبوك ثم اوتوريزي. هذه لا بأس. نضغط على نو. كما تلاحظون هنا فقد ظهر المتصلون عندي في حسابي على الفيسبوك، وقرب كل صورة شخصية للمتصل تظهر ايقونة الفيسبوك. اولا نضغط هنا لكي لا يختلط علينا الامور، ثم نضغط على مصغرة. هكذا افضل. نعود الى المجتمعات ثم نضغط على ويندوز لايف ميسنجر ونقوم بتسجيل الدخول الى حسابنا على الهوت ميل. اتصال. جميل جدا، تم إضافة 159 جهة اتصال. الآن نضغط على موافق. هذا مثال، هذا الشخص قال السلام. وعليكم السلام. أولا هذا يتصل معي من ويندوز لايف ميسنجر. كيف نعرف أنه من ويندوز لايف ميسنجر؟ هنا قرب الأيقونة الصورة تظهر أيقونة الميسنجر.
لاحظوا معي، كل شخص متصل عبر الفيسبوك تظهر أمامه أيقونة الفيسبوك، وكل شخص متصل من الماسنجر من تصل الماسنجر تظهر أمامه أيقونة الماسنجر. الآن لا أظن أن هناك شيء آخر يجب شرحه، لكن قبل كل شيء أدعوكم لزيارة موقعنا على الإنترنت لمزيد من الشروحات الحصرية. هذا هو رابط موقعنا على الإنترنت www.protutorials.com، وأيضا زورونا على صفحتنا على الفيسبوك، وهذا هو رابط الصفحة www.facebook.com/protutorials. وزورونا أيضا، ضروري أن تضغطوا على جيم ليصلكم جديد دروسنا أو أخبارنا وبرامج وألعاب إلى آخره، والكثير اكتشفوه بأنفسكم. ولا تنسوا أيضا الانضمام إلى قناتنا على اليوتيوب بالضغط على السابوني هنا، هذا هو رابط القناة www.youtube.com/user/protutorials. وإلى اللقاء.